ريان أسامة عبد الله سلطان، 28 سنة، إن شاء الله زواج اليوم 4 فبراير. أتمنى من الشباب بس يعني لا يقوموا بالواجب، يكفي حضورهم، ما قصروا بصراحة، وتعدي الليلة على خير وسلام. وحينوروني بصراحة، جدا فخور أن عندي الأقارب، الأهل، الأصحاب، هذولا اللي حييجوا فرحي، جاءوا من كل مكان بصراحة، شرقية، رياض، الشباب مرة كثير ما أقدر أذكر أساميهم، أهلي، أبويا، أمي، أكثر ناس فرحانين لي. وأنا بصراحة إلى اللحظة هذه يعني ماني عارف اللي بيصير حلم ولا حقيقة، بس مبسوط والحمد لله على كل حال، وربنا يتمم على خير إن شاء الله بيني وبين المدام يا رب. أمي شوفي قدامك أنت إيش طلعتي، إيش كبرتي. الحمد لله بيدك أنت وأبويا وصلت، مستحيل أوصل بدونكم. أتفاخر قدام الناس، شوفوا ولدكم كيف طلعتوه، أنت طلعت رجال، حنكون لك سند في النهاية، أنت باب الجنة، مستعد أكون تحت رجلك طول العمر. ريان حنستأذن الأخوة المشاهدين، حنروح نشوف تفاصيل الليلة هذه، حنشوف الحب، حنشوف الفرحة اللي في العيون، وحنعيش معاك أجمل لحظات العمر. الليلة هذه سموها بليلة العمر، لكن هي ما هي ليلة العمر، هي ليلة كل العمر إن شاء الله. نستأذن الأخوة المشاهدين ونروح نشوف الليلة مع بعض. يعطيكم العافية وتشرفوا المكان مكانكم حبيبي. تم التسجيل والمونتاج في استوديوهات مؤسسة النوب للإنتاج والتوزيع الإعلامي. عن سحرها الفتان والبحر والميناء، يقول في جدة إحنا تربينا، يقول في جدة إحنا تربينا، يا ما على الجدران كتبنا أساميها، يا ما على الجدران كتبنا أساميها. طبعا أقول الله يوفقهم إن شاء الله ويسعدهم، وطبعا كأي أب هذه بنتي وهذا ولدي ولدهم. الله يوفقكم ويسعدكم، وزي ما قال أخونا أهديناك جوهرة، وإن شاء الله أنت بقد المسؤولية بإذن الله. مرة ثانية أحبك، وحيفضل النقاش مستمر، مين أحب الثاني أكثر. اختلفنا مين يحب الثاني أكثر، مين يحب الثاني أكثر، واتفقنا إنك أكثر، إنك أكثر وأنا أكثر. إنها الليلة التي يتمناها كل شاب وكل فتاة، إنها ليلة العمر. شوف الفرح وشلون ثل الجدايل، وكيف ابتسم وجه القمر في مدارة، وشوف العطور شلون سالت رسايل، تهدي لربات القلوب العذارة. شوف الفرح وشلون ثل الجدايل، وكيف ابتسم وجه القمر في مدارة، شوف العطور شلون سالت رسايل، تهدي لربات القلوب العذارة. وفي هذا المساء المطرز بالجمال يدخل فارسنا بكامل طواعيته واستسلامه القفص الذهبي، تاركا خلفه سنوات من حياة العزوبية لمن شاء أن يأخذها بكل آلامها وآمالها. وعندما نتذكر أجواء جدة في هذا المساء المطرز بالجمال،
نتذكر بكل الحب الكثير من الضيوف الذين جاءوا وهم مدججين بالحب وبالكثير من عبارات التهاني. بحاول أوفقهم دنيا آخر إن شاء الله. وهذا أخوي يعني سلطان، هذا يعتبر أخوي. نبارك أول شيء لأخونا وحبيبنا أسامة سلطان وابن المهندس رامي ريان. بس أنا بس في البداية أنا منقدم له بس يعني تهني، وهذا بعدين حنستلمه. والله أقول له ألف مبروك إن شاء الله، الله يتمم له على خير. وفق ريان إن شاء الله وجعل ليلتهم سعيدة إن شاء الله طول الدهر إن شاء الله. ألف مبروك إن شاء الله. ألف مبروك. ألف مبروك يا ريان، والله يتمم لك على خير إن شاء الله. بس أبغى أحب أقول لك حاجة واحدة، ترى أنا جاي من سفر اليوم حنام عندك في البيت. نهني أبو رامي على زواج ريان، والله يوفق بينهم اجمعهم على خير ان شاء الله وجميع الافراح. واحب اقول العريس هذه امانه عندك، يا ريت تحافظ عليها وتنتبه عليها. مؤسسه النوب للانتاج والتوزيع الاعلامي تقدم محلاها الليله. من ترى طيب أهل راما يا هلا بك يا هلا أوه يا هلا يا هلا أعزي من بالخير بالخير إجابة يا هلا 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 يا ه